قلت اشرت لاسماء النجوم اللي كانت علاقتهم تعاقديه بتنتهي للاهلي خلال الايام اللي فاتت. كنا احنا مش محظوظين الاسبوع اللي فات ان انا سجلت مع حضرتك الحلقه قبل القرار ما يصدر من النادي الاهلي، وانه يتمنى التوفيق ويعلن انه كده العلاقه تعاقديا مع النجم احمد فتحي انتهت. مع كامل تقديرنا لاحمد فتحي اللي ممكن نقعد نتكلم عنه ساعات وساعات عن امكانياته وقدراته، وده مش محل خلاف. لكن انا عايز اسالك يا استاذ محمود، ايه اللي شايفه في علاقه الاهلي بحسام عاشور واحمد فتحي ممكن يخلي فيه انتقادات او فيه نوع من التجاوز في حق النادي الاهلي؟ انهاء هذه العلاقه هل تم بشكل راقي ولائق بالطرفين بالنجوم والنادي ولا لا؟ يا استاذ محمد، ما انا بقول لحضرتك، طيب هم دولت مش اتعملت حمله على وليد سليمان انه جدد وازاي تجدد له؟ ها؟ ومش عارف ب 11 مليون ونص. طب لو كان حسام عاشور، لو كان مثلا احمد فتحي جدد ها ب 16 مليون جنيه، كان هيتقال ايه؟ ازاي دفع 16 مليون جنيه في لاعب عنده 34 سنه؟ يعني عاوز اقول لك ايه؟ يعني انا قصدك انا عندي حاجه تانية عاوز اعملها، انا لازم اعمل لك شوشره، انا مش هسيبك. طب انت ما انت سعادتك مثلا مسؤول كنت في اتحاد الكوره، طب ما كنتش ليه عملت قرار يعني يا بطل بتحديد يعني او اعمل شكل يعني، ما تعمل، ما انت مسؤول، كنت مسؤول، ولا دي راحت فين؟ طب ما سمعناش يعني الكلام ده في مواقف تانية اتقالت يعني، وعقود لعيبه وتفاصيل، ما يصحش. طيب هي غايب عن الناس ليه اللي بتنتقد فكره انه لو كان الاهلي حاله من اتنين، لو كان الاهلي كل اللعيبه الكبار جدد لهم اللي قربوا يعني او اوشكوا على الاعتزال جدد لهم بمبالغ ضخمه، كنا قلنا الاهلي مش دقيق في حساباته لانه بيدفع ارقام ضخمه جدا للاعبين اوشكوا على الاعتزال. لو كان انهى التعاقد مع كل اللاعبين الكبار كنا قلنا انه ما قيمش فني وانه قيم على اساس الحسابات الخاصه بسنة، بقول لك اهو. لكن النادي الاهلي كان احترافي جدا في فكره انه عندي اثنين ثلاثه من اللاعبين في نفس المرحله العمريه في نفس السن، واحد شايف انتاجه وعطائه يسمح له بالتجديد وان قيمته الماليه ما زالت كبيره وان عطائه فنيا مطلوب في الملعب، واحد تاني في رؤيه فنيه انه مش هيكون عنده كتير يقدمه للفريق في الفتره الجايه، فمعنى كده ان الاهلي بيقيم فني بشكل دقيق جدا. فين الخلاف مع الاهلي بقى او ايه سببه؟ يعني عاوز اعرف يا استاذ محمد، انا بفكر معاك والله، والله العظيم بجد انا حزين ان احنا وصلنا للمرحله دي، يعني مرحله محاوله الضحك على الناس، مرحلة التضليل والتشويه بصورة غريبة جدا، والبعض بيطلع بيتفلسف ويدعي لنا يعني انه عنده منهجية في الكلام ده، تجده في مواقع أخرى يعني غير موجود أصلا، بيختفي مستخبى تحت المكتب ملهوش رأي. لكن زي ما بقول لك وبعيد الكلام ده، أدب الأهلي زاد عن اللزوم والالتزام خلى البعض يعتقد انه ده يعني مش عاوز اسميه ضعف او تراجع، البعض بيتمادى وبيستغل المساحه اللي سايبها الاهلي في الكلام ده. يعني انت يمكن لو كتبت كلمتين، لو سطرين كتبتهم او طلعت وقلتهم في بص، هتاخد كل احلى كلام، هتطلع تسمع اجمل كلام يعني عن الادب والاحترام. لكن انت شايف انه المساله ان انا استغل. طب انت بتقول وليد سليمان كذا كذا و11 مليون وانه ده اتهام تامي، يعني ايه وجه الاتهام ساعتك؟ طيب لو كان وليد سليمان مشي، الاهلي ثبت وليد سليمان وفرطت فيه عنصر اساسي، ازاي الكلام ده يحصل؟ ما انا بقول لك انه المساله واضحه، ازاي يعمل لك مشكله؟ مش كده ولا كده، ما فيش منطق. طب ما تروح تتكلم على يعني ايه على الصفقات في النواحي الثانيه، ايه؟ روح اتكلم وناقش وفي اللي هيحصل لك. طب روح تقول اصل ده نادي عام نادي دوله والتاني ده نادي خاص، يا سلام الكوره فيها الكلام ده؟ يعني انت يعني هل ده ينفع؟ هل منطقي عندك انت يعني كراجل وبتدير يعني جمعيه محترفين تتكلم بالكلام ده؟ ايه الهدف يعني؟ يعني عاوز يعني انت عاوز توصل لايه يعني؟ لو كان يعني الاهلي قال كل اللعيبه الكبار هتمشي مش هتجدد، او كل اللعيبه الكبار هيتجدد له بارقام، كان بقى النادي الاهلي خد القرار بشكل عام من غير التدقيق في كل حاله والتقييم الفني لكل حاله، لكن كل لعيب تم تقييمه بشكل منفرد. هو فنيا عنده حاجات كتيره فنيا تضيف للفريق في الفتره الجايه، وحسابات الجهاز الفني بالنسبه له ايه؟ عشان كده فلان كمل فلان مشي. يعني الامر حسابات دقيقه فنيه، في ليه الناس مش متقبله ده يا استاذ محمد؟ يعني هم بص، الناس يمكن بتنسى التاريخ، في فترات بيتم ناس بتأدي رسالتها، يعني في اكتر يعني خلينا يبقى قريبين، نتكلم مثلا حسام حسن وابراهيم حسن لما مشي، ورضا عبد العال
وبعد كده الكابتن احمد شوبير، وبعد كده مجموعه. يعني عاوز اقول لك ايه، دي فتره في بدايه التسعينات يعني، ما بص ما خلاص اواخر التسعينات كده، ناس كانت هي التوب خلاص. بيجي بعدي طب ابو تريكه وائل جمعه وعماد، يعني عاوز اقول لك ايه، ناس اهي قريبه اهي، وعماد النحاس، وكل الناس دي بطلت. طب ليه ما طلعش مثلا واحد منهم ولا بركات ولا بتاع، طلع قال يا جماعه والله كذا كذا، انا جبرت على الاعتزال، انا طلبت. عاوز اقول لك حاجه، الافلاس بيخليك تدور على اي حاجه هتسمع بيها، ابقى موجود في الصوره. الاحترام الزاد في من جانب الاهلي طمع البعض فيه. هل انا يعني بالشكل ده بطالب انه النادي الاهلي يبقى العكس؟ لا، ده بالعكس، ده انت بتكشف الحقيقه يعني، بص بتبين لك الصوره كده. لكن حق الاهلي ما يضيعش يعني، كل واحد يعني طلع كذب في معلومه بتاع، لازم يكون عنده، لازم يبقى في موقف، وموقف قوي كمان، مش انك تطلع مطالبك انك تطلع، لا، موقف قانوني رسمي من اي اساس تقيت المعلومات، وجاي تشوه الصوره دي ليه؟ وايه الهدف؟ والمقصود؟ وعندك يعني ملاحظه ايه غريبه جدا، يعني ايه نبش في الماضي وتفتيش، بدور لك على اي حاجه عشان ارضي اطراف اخرى، واقول يعني ايه، ما انا خلاص بقى عاوز ان انا اعمل لك شكل ان انا اشوهك فيه، هو ده الهدف، هو ده السعي، وهو ده المطلوب. اضرب لك شكل، اقول لك ايه مبادئ وقيم، اقول لك بتتكلم على تفاوض مع لعيب، تعالى اجيب لك من كذا من تاريخ، تعال يعني عاوز اقول لك إيه. طب ما حضرتك لما تعمل بتخلي الكلام ده، لو انت يعني راجل بتتكلم استاذ الاعلام، وانت الراجل الفت يعني لما بتجيب المعلومه التايهه، ها ما تقول الحقيقه اللي عندك، ما تقول، ناقش حاجات تانية، اديني حاجه ايجابيه ناقشها، حلنا المشكله، قول انا بطرح طرح مشكله في الازمه اللي احنا موجودين فيها، نعمل كذا. هو ده الهدف، ان انا ايه، ان انا انان من الاهلي، عشان ايه؟ دي ماده الناس كلها تتفرج عليها وتفتح وتشوف، واعمل فيو واشوف ده كله، شوف يعني ايه، عاوز اقول لك ايه، يعني ابتزاز رخيص.